حاجة هائلة، أمر غير مسبوق في هذا الأمر. وطبعا والأمر ماشي بسرعة ووتيرة هائلة. الكلام على فكرة إن الكلام ده عشان يخلص في هذا الوقت يعني ده لا لو سمحت ارجع يا فندم. طيب ارجع بفضلك. أنا بس عايز أفكر الناس إن إحنا آخر السنة دي هيخش 4400 ميجا من من الكهرباء في 16. انا ما اعرفش الموضوع امتد ل 18 ازاي يا فندم. لا 17 يا فندم، 2014 بيصل الى 8800 ميجا البدل اللي هي مايو 2018 ده بيكون استكملنا اللي هي ال 14400. احنا ما انا ما انا 18 ده اول مره اسمعها دلوقتي. انا متصور ان احنا كنا اخر السنه دي هيخش الأربعة 400 دول ثم في خلال 17 هيخش الباقي، اول 18 هيكون خلصنا كله. احنا مدينا 5 اشهر كده. طب انا متاسف اني طب نكمل السلايد اللي بعد كده. السلايد اللي بعد كده هنا احنا فنا معدنا عملنا اللي هي الخطره البرنامج المعدل وقلنا ان احنا دخلنا وحدات قبل الميعاد اللي كان متفق عليه قبل كده.